السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز الأخبار من قناة الشروق. تبنى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برنامج عمل وطني يرتكز على إصلاحات لإحداث التنمية في مختلف المجالات، وأكد في خطابه بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال السودان على ضرورة تعزيز الانضباط المالي والحكم الرشيد وتقوية نظم التنمية الإدارية والعدالة والمساءلة والشفافية وانتهاج التعليم النوعي، إضافة إلى توفير رعاية صحية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي. شكل والي غرب دارفور عبد الخالق بدوي محمود لجنة تقصي الحقائق والكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وتضم اللجنة ممثلين للأجهزة العدلية والقوات النظامية والإدارات الأهلية. ودعا الوالي مواطني الولاية إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء السلام والاستقرار في ولاية غرب دارفور التي تواجه تحديات أمنية. وقف رئيس الوزراء خلال لقائه بولاة الولايات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، ودعا إلى إحكام التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية، مؤكداً استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه الولاة حتى يتسنى لهم أداء دورهم بالصورة المطلوبة، ودعا إلى التكاتف والتعاضد والعمل سوياً من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان. قال حزب التحرير والعدالة القومي إن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة تشكل تحديا سافرا للسلطات، واستنكر الحزب الاعتداء على المواطنين وحمل حكومة غرب دارفور مسؤولية كل ما جرى. ونبه الحزب في بيان له إلى اهتمام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالمركز وإغفالها للولايات من حيث التشريعات، مطالبا بمعالجة أوجه القصور في الوثيقة. تسلم رئيس وفد الحكومة المفاوض شمس الدين كباشي بجبهة مسودة الاتفاق الإطاري لمسار الشمال، وأكد رئيس الوساطة المشتركة تود غالواك جاهزية الوساطة لمناقشة قضايا التفاوض في كل المسارات، واعتبر أن تسليم مسودة الاتفاق لوفد الحكومة يعتبر خطوة إيجابية، فيما أكد الكباشي حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام الشامل بالبلاد. انتهى الموجز، قدمته لكم مشاهدينا من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.